وشفنا معاك حال ان في ناس ترند بصراحه ومش يعني اكيد مش هنقول اسامي بس في ناس ترند الواحد بيصعب يعني بيصعبوا علينا والله يعني هم معروفين يعني بس بيصعبوا علينا لما بشوف فيديوهاتهم ان هو ترند بطريقه ثانيه يعني حاجه ما علينا صحيح معلش بس انت هرجع لك ثاني يعني لان زي ما كريم كان بيقول انت مجال مختلف تماما دخلتي بس دخلتي بموهبه حققتي نجاحات على فكره الموسيقى كانت ناجحه جدا الحمد لله. جدا وسمعت بشكل كبير في ناس تقول لك لازم وانا ناجح كده على السخن اكمل ده بتركزي فيه يعني ده ازاي اصلا حتى لو انت مركزه فيه ازاي هتحققيه بتعملي ايه والله انا على قد ما اقدر بحاول ان انا اكمل في نجاحاتي وده طبعا في الاول وفي الاخر راجع لربنا بيريده يعني بس اللي هو بحاول ايه ان انا اخدت ورشه تمثيل احاول ان انا اشوف مشاهد اكتر اتعلم من فنانين كبار اكتر لان انا مهما كان خبرتي جنبهم ولا حاجه فبتعلم منهم كل مسلسل بدخله بشوف النجوم اللي معايا بيعملوا ايه بسمع نصايحهم كويس جدا عشان استمر على اللي انا فيه بلس ان انا بحاول ان انا دايما اقدم الحاجه اللي تعجب الناس يعني ما بحبش اعمل حاجه عليها انتقاد بتحبيش ادوار معينه تاخديها يعني لا مش ادوار معينه اهم حاجه يبقى الدور مش هيأذي اللي يتفرج عليه اوكي يعني يبقى في نوع من الاحترام من خلينا نقولها كده مش بالزبط. شرير مش حاجه يعني لا شرير عادي انا ما انا طول ثلاث ارباع ادواري شر يعني وده على عكس الحياه تماما يعني اللي يعرف بسنت موضوع مختلف تماما دخلت في الفورمه بسرعه البرق خدت بالك بتقولي ثلاث ارباع ادواري واحنا بندور دايما على نعيش اللحظه شويه المجال ده شفاط